السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في قناتكم الصغيرة، هذه قناة الحقيقة الصادقة، ومع برنامجكم المعتاد مجربات من الطب البديل. هذا محبكم ومحدثكم الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين. نتحدث اليوم عن الصداع النصفي أو الشقيقة. هذا المرض الذي يعتبره الجميع مرض لا مفر منه أو لا علاج له. إن شاء الله اليوم في وصفاتنا البسيطة هذه، وصفات من المجربات، أنا شخصيا جربتها، ممتازة جدا، تعمل على القضاء على هذا المرض. لكن قبل الخوض في هذه الوصفات إن شاء الله نتحدث بعض الشيء في دقائق بسيطة عن هذا المرض. ما هو الصداع النصفي أو الشقيقة؟ لن أتحدث بمصطلحات طبية، لن أتحدث بإسهاب عن توسع الأوردة التي تغذي الدماغ أو تضيقها، لن أتحدث في هذا الموضوع لأني تحدثت عنه في فيديوهات سابقة. سأتحدث باختصار فقط. الصداع النصفي هو ألم يصيب نصف الرأس، إما اليمين أو اليسار، وممكن أن يصيب الرأس بشكل كامل. يعني لا تقول والله أنا رأسي كامل بوجعني، إذن هذا ليس من فروع الصداع النصفي. حالات بسيطة نعم يمكن أن يصيب الرأس بالكامل، لكن نتحدث هنا إذا أصيب نصف الرأس في هذا الصداع. وإخواني الكرام، نتحدث هنا عن الصداع، صداع قوي جداً. طيب هل له مؤشرات يا أبو الأمين؟ هل له أعراض؟ نعم يوجد له أعراض، أعراضه تتمثل في الآتي. طبعا قبل بدء الصداع النصفي، ممكن بيوم، ممكن بساعات، بيومين، يشعر المريض أنه صار عنده إمساك، صار عنده تغير في المزاج، اكتئاب، تغير مزاجه، صار عصبي جدا. أيضا بتصير عنده رغبة ملحة في تناول الطعام، كثرة التبول من الأعراض التي تسبق نوبة الصداع النصفي. أيضا من الأعراض والمرحلة التي تأتي قبل الصداع النصفي احتباس السوائل وكثرة التثاؤب. ومن أيضا الأعراض التي تسبق وتزامن الصداع النصفي الإشعاعات الضوئية أو البقع الضوئية، ظواهر بصرية، أيضا رؤية ومضاد ضوئية. حتى أن مريض الصداع النصفي عندما تحصل له هذه الحالة لا يستطيع الجلوس في جو مضيء أو في مكان مضيء، لازم تكون الغرفة معتمة. الصوت يؤثر على مريض الصداع النصفي، الصوت المزعج، الصوت المرتفع، هذه كلها، وأحيانا اللمس يؤثر على مريض الصداع النصفي. أيضا ممكن أن يصبح عندنا خدران في نصف الوجه، بقول لك وجهي مخدر، في تنميل بأصابعي، هذه كلها من أعراض التي تسبق نوبة الصداع النصفي. لأنه إحنا بنعرف أنه في أعراض بتيجي قبل النوبة، هذا بيدلك أنه راح تيجيك نوبة الصداع النصفي. صعوبة التحدث من الأمور التي ترافق نوبة الصداع النصفي. أيضا من الأعراض التي تصاحب نوبة الصداع النصفي الغثيان، التقيؤ، تحدثنا عن صعوبة التكلم والخدر في الوجه، أيضا ألم خافق أو نابض، بتحس في نبضات، بتحس أنه في نبضات بنصف الوجه سواء الأيمن أو الأيسر. هذه كلها إخواني الكرام من الأعراض التي تنبئ وتنذر بحدوث نوبة الصداع النصفي. طيب ما هي الأسباب التي تؤثر في نوبة الصداع النصفي؟ لا يوجد أعراض محددة، لكن هناك عوامل مشتركة. هذه العوامل بين معظم من يصابون بالصداع النصفي. من هذه العوامل المشتركة أخذ بعض الأدوية لدى النساء، مثل حبوب منع الحمل. أنا ما بخوف النساء، لكن
أظهرت الدراسات أنه معظم النساء الذين يتناولون أدوية منع الحمل عندهم الصداع النصفي. أيضا التوتر، الغضب، شرب الكحول، شرب الكافيين، القهوة، قلة النوم، ما بينام طول الليل سهران يوم عن يوم عن يوم عن يوم، بحس إنه بدأت موجات الصداع النصفي إنها تيجي. أيضا بعض الأطعمة ممكن تؤثر على بعض الأشخاص، مثل الأطعمة المالحة والجبن المالح والجبن القريش، أي شيء مالح، المخللات، الزيتون، هذه بعض الأشخاص ما بتقبلوها وممكن تسبب لهم حدوث نوبات الصداع النصفي. فاللي عنده نوبة الصداع النصفي بده يتجنب هذه الأغذية. تغيرات الطقس المفاجئ أيضا تؤدي عند بعض الأشخاص لمن لديه المرض احنا بنحكي، فبدك تحاذر بالنسبة لتغير الطقس المفاجئ. فإذا هذه من الأمور المشتركة عند مرضى الصداع النصفي، من الأمور المشتركة، وياريت نكون حذرين وناخذ بعين الاعتبار هذه العوامل اللي ذكرناها ونبتعد عنها. الآن عندنا أكثر من طريقة لضبط الأوردة التي تغذي الدماغ، اللي هي بتكون متوسعة وعند توسعها تؤدي إلى الصداع النصفي، فإحنا بدنا نحاول نضبطها وإن شاء الله رح نضبطها. الآن من الأدوية المجربة في الطب البديل حليب الإبل. اشرب حليب إبل بكثرة، اشرب حليب إبل بكثرة، إن شاء الله إنه لو استمريت على حليب الإبل سوف ينتهي معك موضوع الصداع النصفي. أيضا من الأمور المجربة الآن اللي بده يسجل هذه الأعشاب اللي بدي أحكيها، وياريت يجيبها بكميات متساوية. خلينا نتفق مثلا 100 جرام من كل صنف عشان بدنا نخلطها مع بعض ونطحنها مع بعض ونصير نعمل منها مشروب. أولا زهرة الأقحوان بتلاقيها عند العطار. اثنين المورينجا، شاي المورينجا، هذا شاي المورينجا لحاله، بدك تصير تأخذه لحاله، شاي يسمى شاي المورينجا، تستخدمه بدل الشاي العادي. طبعا إخواني اللي أنا قاعد بذكره كله لشخص ما عنده أي أمراض أخرى، ما عنده أي شيء خارجي، فقط نتحدث هنا عن الصداع النصفي، ما في أي مرض خارجي غير هذا المرض. أيضا منجيب قشر الرمان، قشر الرمان. أيضا منجيب بذور الخرفيش، منجيب شيء يسمى رجل الحمامة من عند العطار. أيضا منجيب شيء يسمى بذور حشيشة القنفذ، والبذور هذه ممكن تلقاها عند العطار. اللي أنا ذكرتهم هذول منجيبهم مع بعض، نخلطهم مع بعض وبنعمل منهن منقوع. شو يعني منقوع؟ يعني بنغلي المي بدون محليات، بدون سكر، بدون أي شيء. رجاء التزم، ولا عسل ولا أي شيء. إذا حبيت تحلي بمعلقة عسل أنت حر، لكن أنا بفضل بدون أي شيء. بنخلطهن مع بعض، بنغلي كاسة مي بنحطها على جنب، بنحط ملعقة من هذا الخليط وبنتركها لمدة 10 دقائق لحد ما تتنقع، بعدين بنصفيها وبنشربها مرة إلى مرتين باليوم، ممتازة جدا. طبعا اللي ما عنده ثقة بالمنتجات اللي عند العطارين ممكن يطلبها من أي موقع طبي بتعاملوا بهذه المواد على شكل كبسولات، بتيجي هذه المواد على شكل كبسولات. وأضيف إلى ذلك أيضا اللي بده الكبريت العضوي، ما بتلقاه عند العطار، هذا بدك تطلبه كمنتج مستقل من إحدى الشركات المختصة. لكن إحنا بنقول إن شاء الله إنه اللي ذكرناهم إذا جبناهم من عند العطار واشتغلنا عليهم بالإضافة إلى حليب الإبل نستمر عليه، إن شاء الله إنه خلال شهر ستختفي عنك أمراض الصداع النصفي. هذه من المجربات إخواني. وأيضا لا ننسى إخواني، عندما تصير لك هذه الشغلة مفاجئة وما كان عندك أي نوع من الأدوية وما كان عندك أي شيء، مباشرة ادهن بزيت النعنع جبينك،
ادهن بزيت النعناع. ماشي إخواني، بندهن بزيت النعناع إذا إجتنا هذه مفاجأة ومش قادرين نسيطر عليها. نتمنى السلامة للجميع، نتمنى أن تشتركوا في قناتنا قناة الحقيقة الصادقة وتفعيل خاصية الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. تعليق صغير منك، اللي مر في إحدى هذه المراحل كان عنده هذا المرض وشفي من هذا المرض، يا ريت أنه يخبرنا في التعليقات، خلي الجميع يستفيد يا إخوان. في أمور بنطرحها مجانا لوجه الله، ما بتكلف شيء. فإذا حدا عنده مر بهذا المرض وعنده تجربة في هذا المرض، يا ريت أنه يخبرنا في التعليقات. ليش؟ إحنا بندرسها قبل لا ننشرها، بندرسها إذا أنه بالفعل مفيدة، بنخلي الجميع يستفيد منها إن شاء الله. هذا محبكم ومحدثكم الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.